السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من فضاء حر. نناقش هذا الأسبوع إعلان تشكيل الائتلاف الوطني الجنوبي وتأثير هذه الخطوة على المشهد الجنوبي واليمني بشكل عام. تكتل جديد على الساحة الجنوبية، هذه المرة ائتلاف وطني يضع على رأس أهدافه العمل على تحقيق الدولة اليمنية الاتحادية ودعم شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهو ما يجعله على الضد من المجلس الانتقالي الذي نصب نفسه ممثلا وحيدا للقضية الجنوبية ويعمل على جعل انفصال الجنوب أمرا واقعا. يقرر البعض أن هذه الخطوة لن تغير من المشهد الجنوبي شيئا، على اعتبار أن المجلس الانتقالي مدعوما بالقوة الإماراتية والميليشيات التي تتبعه، وبات يحكم قبضته على المحافظات الجنوبية بشكل أو بآخر، فيما تأتي خطوة إنشاء الائتلاف الوطني كرد مدفوع من قبل السلطات الشرعية لا يستند على قوة حقيقية على الأرض. إلا أن فريقا آخر يرى أنه أيا كان حجم التأثيرات التي سيلقي بها هذا التشكيل على ساحة الجنوب المضطرب، فإن الحقيقة التي لا يمكن تجاوزها هي أن هذا التكتل سيحوز على مكانة مهمة في هذا المشهد، بالنظر إلى عدة عوامل، منها الأسماء الكبيرة التي يحتويها الائتلاف والتي تعد من أبرز الأسماء على قائمة ما يعرف بالقضية الجنوبية والحراك الجنوبي، ثم إن تحول المجلس الانتقالي إلى أداة إماراتية أكثر منه قوة سياسية جنوبية جعل منه وحجم التأييد الذي حاز عليه في البداية يتقلص بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وهو ما دفع بكثير من قيادات الحراك الجنوبي إلى البحث عن صيغ أخرى ومنها هذا الائتلاف. في ظل هذه المعطيات يبقى التساؤل المهم: كيف ستمضي العلاقة بين الائتلاف وبين المجلس الانتقالي وبقية المكونات التي يدعي كل منها أنه الممثل الأوحد للجنوب وقضيته؟ هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة مع الدكتور محمد السعدي المتحدث باسم الائتلاف الوطني الجنوبي والصحفي المقرب من المجلس الانتقالي ياسر اليافعي. أبدأ بالسؤال المشترك مع المتحدث باسم الائتلاف الوطني الجنوبي الدكتور محمد السعدي. دكتور محمد، إعلان عن الائتلاف الوطني الجديد في هذا التوقيت، برأيك ما الذي سيغيره في المشهد الجنوبي؟ في البداية أنا سعيد بالتواجد في معكم في قناة بلقيس، وكذلك سعيد باللقاء أيضا مع زميلي الأستاذ ياسر اليافعي، يعني زميل نتذكر سويا كثير من الأحداث، خصوصا في فترة الحرب في عدن في 2015، وكان له دور إيجابي في الجبهة الإعلامية آنذاك في مواجهة الحوثيون. بالنسبة للأهداف التي قامت من أجلها الائتلاف الوطني الجنوبي، قامت هذه الأهداف من واقع المعطيات الموجودة على الأرض. هناك معطيات محلية، هناك معطيات إقليمية، ومعطيات دولية. لدينا مشكلة رئيسية في اليمن متعلقة بتواجد قوة انقلابية، قوة متعاونة مع جهات خارجية بمشروع إيراني. الجنوب لم يسلم من هذا المشروع، الجنوب دفع ثمن غالي وكبير جدا من الشهداء ومن الجرحى خلال فترة قصيرة من الحرب في 2015. بعد 5 أشهر أو 4 أشهر من الحرب دفع الجنوب قرابة 5000 شهيد وأكثر من 13000 جريح. نعم. خلال هذه الفترة القصيرة نتيجة هذا العدوان من هذه الجماعة. بالنسبة للائتلاف أيضا ينظر بأنه لا يمكن أن يتم الحل الحقيقي للقضية الجنوبية إلا بعد إنهاء هذا الانقلاب وانتهاء الحرب في اليمن، والاعتماد والعودة إلى كافة القرارات الدولية ذات الصلة والمرجعيات، لأنها تعتبر قنوات رسمية لا يمكن القفز بعيدا عنها. لدينا تجربة في كردستان، لدينا تجربة الحوثي، كليهما قفزوا عن القرارات الدولية ولم يعترف العالم فيهم. نحن لا نريد أن تضيع القضية الجنوبية نتيجة يعني شعارات معينة. الجميع تواق إلى أن يصل الجنوب إلى الهدف الذي يريده وينشده، ولكن عبر القنوات الرسمية. الاعتراف بالمبادرة الخليجية للمملكة العربية السعودية، الاعتراف
عبر المرجعيات والقرارات ذات الصلة، لأننا لا نستطيع أن نعيش لوحدنا أو أن نقرر خارج السرب. طيب دكتور، إذا خرجنا عن هذا نكتفي بهذا النطاق قد القدر دكتور، نهدد بس سندخل بشكل في حقيقي للقضية سندخل في الجنوبية. الحديث. نعم دكتور، نكتفي بهذا القدر. إذا هذا القدر أنتقل بنفس التساؤل للأستاذ ياسر اليافعي عبر الأقمار الصناعية من عدن. أستاذ ياسر، إعلان ائتلاف الوطني الجنوبي في هذا التوقيت برأيك ما الذي سيغيره في الجنوب؟ اهلا، مساء الخير. طبعا مساء. انا مستغرب يعني ان يكون ائتلاف لم يعلن عنه في اجتماع رسمي، وانما في مواقع التواصل الواتساب والفيسبوك. وبالبدايه دعني ارحب بالدكتور محمد، هو صديق وزميل عزيز. لكن فعلا يعني انا مستغرب كيف يتم اعلان عن ائتلاف ويتم التطبيل له في غنوات، بينما لم يتم اجتماع الاعضاء في مؤتمر في قاعه، مع ان القاعات كثيره في الرياض. لماذا لم يتاجروا قاعه ويجتمعوا جميعا ويخرجوا باشهار الائتلاف؟ لا يمكن ولا يعقل ان يشهر ائتلاف سياسي عبر صفحه الفيسبوك او عبر صفحه صحفي على الفيسبوك او في مواقع التواصل الاجتماعي. اعتقد ان الهدف فقط منه من الائتلاف المزعوم هو التشويش على المجلس الانتقالي وخطوات اشراكه في المفاوضات القادمه. الشرعيه ادركت ان المجلس الانتقالي بات ذات ثقل في الشارع الجنوبي، حضور سياسي دولي، حضور محلي، سيطره على الارض. بالتالي حاولوا ايجاد مكون او تمثيليه جديده، تفريغ كما استخدم عفاش من قبل وفشل، استخدم الرئيس هذه في مؤتمر الحوار وفشل، والان يعيدوا نفس السيناريو. هذا لا يمكن يحل المشكله الجنوبيه على الاطلاق. نحن نرحب باي ائتلاف او اي نعم. مكون يظهر ويظهر مشروعه للشارع. لا طيب. لا يوجد عندنا اي اشكاليه في هذا الموضوع ابدا. نرحب بمن ظل يعني ظل سنوات طويله يرفع علم الجنوب ويقول انا مع حق تقرير المصير، ولكنه يخفي غير ذلك، يظهر على الطاولة ويقول أن لدي مشروع الستة الأغاني ومع مخرجات الحوار ومع المرجعيات الثلاث، ويطرح البرنامج للشعب. طيب الشعب في الجنوب. نكتفي لكن بهذا القدر بطريقة يعني نعم. بطريقة صحيحة. نعم، إذا نكتفي بهذه الإجابة منك أستاذ ياسر، وأعود للدكتور محمد السعدي. دكتور محمد، إذا الائتلاف الوطني الجنوبي عبارة عن هالة إعلامية فقط، وجدها في كما يقول الأخ ياسر في الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك فقط، ولا وجود له على الأرض، ولم تجتمعوا حتى في قاعة لتعلنوا هذا الائتلاف. لا، نريد أن نوضح هنا نقطة يمكن كانت غير واضحة. هناك إعلان عن اتفاق تأسيس الائتلاف، أما الإشهار الرئيسي سيكون في المحافظة في العاصمة عدن، وسيكون هذا قريبا. هناك لجنة لترتيب عملية الإشهار والإعلان داخل العاصمة عدن بإذن الله. لكن ما أعلن عنه والذي نشر هو اتفاق التأسيس، واتفاق وقعت عليه كافة المكونات التي اتفقت على الأهداف المشتركة، وبالتالي أعلن عن اتفاق التأسيس، أعلن عن المؤسسون، ولكن لم يتم الآن ترتيب الهيئات ورئاسة الائتلاف، وسيتم الإشهار في العاصمة عدن. لذلك هناك لبس يمكن حدث مع الأستاذ ياسر. الإعلان هو عن اتفاق التأسيس وليس الإعلان عن الائتلاف بهيئاته ودوائره وتشكيلاته بالكامل. نحن الآن في مرحلة طور التهيئة لهذا الإعلان، وبالتالي بإذن الله قد يحضر الأستاذ ياسر اليافعي ضيفا على الإشهار الرئيسي الذي سيكون في عدن، وليس هذا الإعلان. متى سيكون اتفاق التأسيس؟ التوقيت الزمني متى دكتور محمد؟ التوقيت الزمني لإشهار الائتلاف متى؟ سيكون خلال الشهران القادمين. هناك لجنة الآن تعمل، هناك مندوب من كل مكون موجود لترتيب عملية الإشهار والتنسيق للنزول العاصمة عدن، وهناك قواعد موجودة، هناك قيادات لا زالت موجودة في عدن أيضا مكلفة بالإعداد والترتيب لهذا الإشهار. المدة الزمنية نحددها بإذن الله من خلال شهر إلى شهران كحد أقصى لعملية الإشهار. نعم. طيب أستاذ ياسر، إذا ما تم الإعلان عنه هو فقط يعني مجرد إعلان للائتلاف، لكن التدشين سيكون في العاصمة المؤقتة عدن بحضور القيادات ورموز كبيرة من الحراك الجنوبي وأبناء المحافظات الجنوبية والتشكيلات السياسية بما فيها الأحزاب السياسية أيضا، وأنت مدعو لهذا الاحتفال.
طبعا هذا 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 استقبال الناس واستقبال المشاهدين. كيف يعني انت تعلن وتحدد اتجاهاتك وتحدد خطواتك وتقرر يعني ما يعني مشروعك من خلال الاعلان؟ يعني هم قرروا المشروع انهم مع الاغاليم الستة، مع الرئيس هادي، مع يعني مع المرجعيات الثلاث، وهم لسه لم يجتمعوا. يعني اعتقد هو من باب المزايده، من باب التشويش، لا يوجد كيان واقع يعني حقيقي على الارض. هم ارادوا فقط التشويش على المجلس الانتقالي حتى يعني حتى يحاولوا او يعرقلوا اعتماده كمكون يعني كمفاوض رئيسي ضمن ثلاثة مفاوضين آخرين في أي حوار قادم. هم مجرد وصلت لهم المعلومة يعني بما حصل. هذا وجهة نظرك أستاذ ياسر، هذا وجهة نظرك أستاذ ياسر، هذا وجهة نظرك، لكن هم يقولون بأنه ائتلاف يضم كل القادات من الحراك الجنوبي والأحزاب السياسية. السؤال الأهم الآن، خلال الأشهر القادم كما يقول الدكتور محمد السعدي سيتم إشهاره في عدن، هل المجلس الانتقالي سيكون داعم لهذه الخطوة لتشكيل ودعم هذا الائتلاف أم سيقف أمامه؟ طبعا شوف، خلينا نكون واضحين وصريحين، هناك مشروع عام في الجنوب، مشروع التحرير والاستغلال واستعادة الدولة وتقرير المصير، ومشروع آخر هو الست الأغاليم. اليوم من تحدثوا عن ائتلافهم أنفسهم من اجتمع في الرياض في 2015 أو ما سمي مؤتمر الرياض وقتهم، أنفسهم مؤتمر الرياض، مؤتمر الحوار اليمني الذين بغوا مع الرئيس هادي. محمد علي أحمد الشخصية اللي كانت لها ثقل وحضور كبير انسحب بسبب الست الأغاليم ومحاولة فرضها على الجنوبيين. محمد علي أحمد أيضا نفى أن يكون ضمن الائتلاف الجديد، بالتالي هم أنفسهم هم يتبادلون أدوار من مؤتمر الحوار إلى مؤتمر الرياض، لا محاولة إيجاد تفريخ كيان. أجب على سؤالي أستاذ ياسر، أستاذ ياسر أتمنى الإجابة على سؤالي. أستاذ ياسر أجب على سؤالي، يعني لا عليك إن هذا الموضوع يعني يتماشى مع ما تريد أو يكون له أجندات أخرى، يعني سؤالي واضح، هل ستدعمون وتباركون هذا الائتلاف وتسمحون له أن يقام في عدن وبحضور كل من يريد الانضمام لهذا التكتل أم ستقفون ضده؟ طبعا هذا الامر متروك للجماهير الجنوبيه التي قدمت تضحيات من 2007 ومشروعها وسقفها واضح. الجماهير الجنوبيه هي من تحدد وليس المجلس الانتقالي. نعم، اذا دكتور محمد، عباره الائتلاف الجنوبي عن هاله اعلاميه كما يقول الاستاذ ياسر، وما يعني عملتموه في مؤتمر الحوار سواء في صنعاء او مؤتمر حوار الرياض لم يرى النور ولم تقدموا شيء، وما تريدون الإعلان عنه فقط البحث من أجل الدخول في أي مفاوضات سياسية مقبلة. أنا سأوضح نقطة رئيسية. الائتلاف منذ اللحظة الأولى ينتهج منهج المصالحة الوطنية مع كافة المكونات والحوار والانفتاح على كافة المكونات والشراكة والتعددية. نحن لا نقصي أحد ولا نحارب أحد، ولم ننشأ من أجل أن نحارب المجلس الانتقالي. ويؤسفني أن أسمع هذا الخطاب، لأن هذا الخطاب أعتقد أنه خطاب يؤدي إلى دورة صراع. أعتقد الجنوب يعني يجب أن يكتفي من دورات الصراع التي عانى منها منذ ستينيات الحقبة السابقة إلى اليوم. بالنسبة لمواقفنا، مواقفنا هي ملتزمة بالمبادرة الخليجية التي رعتها المملكة العربية السعودية، ملتزمة بالمرجعيات والقرارات الدولية. إذا رأى الأخ الكريم أن بأن المجلس الانتقالي لا يعترف بهذه المبادرة ولا يعترف بالمرجعيات، إذن هو لا يعترف بالتحالف. هذا سؤال كبير يجب أن يطرح ويجب أن يجيبه بشكل واضح. بالنسبة لنا موقفنا واضح اتجاه التحالف ودعمه اتجاه الانقلاب الحوثي ورفضه، واعترافنا بكل الوثائق والمهام التي عنت بها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والمبعوثين الأمميين. وبعد ذلك الشارع الجنوبي أيضا من حقه أن يقرر، لكن أن لا نعترف بهذه الوثائق وأن لا نعترف بأي دور إقليمي أو دولي، أعتقد أن هذا منهج خاطئ. يجب على الإخوة في الطرف الآخر أيضا أن يراعوا هذه الأمور، لأنها ستوقع الجنوب في مشكلة كبيرة. كيف سيعترف بنا العالم إذا رفضنا كل المواثيق ورفضنا كل الاتفاقات؟ كيف سيعترف بنا العالم بقضيتنا إذا تمردنا حتى على التحالف الذي أتى ودعم الشرعية وتحرر الجنوب بدعم هذا التحالف؟ هذا التحالف لولا الله ثم التحالف ما استطعنا انتصار في عدن، وهو يعرف ذلك وكان معنا في الجبهة الإعلامية في مواجهة الحوثيون. الأستاذ ياسر يعرفني جيدا وأنا أعرفه جيدا وهو رجل مناضل لا غبار عليه، لكن لا نعترف بالمبادرة الخليجية ولا نعترف
بما قامت به المملكة العربية السعودية، وهي دولة شقيقة ساندتنا في المعركة، ودولة الإمارات أيضا ساندتنا في المعركة للانتصار على الحوثي وقوات طيب علي عبد الله صالح دكتور آنذاك الحرس محمد، الجمهوري، نعم وهذا أعتقد أنه أمل نعم خاطئ. طيب نعم دكتور محمد، صحيح. إذن يبدو إذن أنكم تعتمدون إذن على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي كمنطلق لكم، وأيضا المرجعيات الثلاث ودعم التحالف العربي فقط، أما أن يكون لديكم قوة واقعية على الأرض ربما كما يقول الكثير من مناصري المجلس الانتقالي لا يوجد لكم تواجد على الأرض ولا داعمين ولا مناصرين. هذا السؤال سابق الإجابة عليه. المناصرين، هناك مناصرين، من يقول أنه لا يوجد هناك مناصرين؟ لكن لا يوجد لدينا ميليشيات مسلحة، ولا نريد أن يكون لدينا ميليشيات مسلحة، ولا نريد أن نستعرض بقوات حتى نقول أننا نملك قوة لفرض واقع. نحن نريد عملا سياسيا، نحن ائتلاف يعمل بشكل سلمي. استخدام القوى المفرطة معنى ذلك أننا تحولنا من العمل السياسي إلى ميليشيات، إلى قوة تفرض أمر واقع. هذا الذي أدخل الجنوب وأدخل اليمن بالكامل إلى بوتقة الحرب الأهلية والدمار. بالنسبة للمناصرين، الشارع موجود، احنا سنرى الشارع، سنتعامل مع الشارع، سنخاطب الشارع، ولا زلنا في البداية لم يمر على إعلان الاتفاق التأسيسي بين المكونات حول الائتلاف إلا 48 ساعة. لدينا مهام كثيرة، نريد أن نفتح مكاتب، نريد أن نشكل دوائر إعلامية، نريد أن نخاطب الشارع، أن نعقد لقاءات على المستوى، بعد ذلك نستطيع أن نقول ما هو حجمنا نعم وزخمنا، طبعا في بيئة مستقرة وفي بيئة طبيعية تسمح بالتعددية والعمل. أما نعم إذا كانت البيئة معقدة وهناك وتريد أن تستخدم العنف، فنحن لن نواجه أحد ولن نرفع سلاحنا على أي مواطن أو جنوبي نهائيا. هذا مبدأ اتفق عليه كافة المكونات الموقعين على الائتلاف. نعم طيب أستاذ ياسر، إذن لديهم مناصرين ولديهم قيادات كبيرة وبارزة في الأحزاب السياسية، في المقاومة الجنوبية، في الحراك الجنوبي، ولديهم أيضا الشارع، لكنهم لا يملكون ميليشيات أو قوة سيفرضونها ويفرضون إرادتهم بالقوة كبقية يعني الفصائل، أو في إشارة من للمجلس الانتقالي. صحيح، هم لديهم الشرعية وأموال الشرعية، أما نحن لدينا إرادة شعبية، والإرادة تقلت منذ مؤتمر الحوار الوطني، خرجنا بأكثر من 10 مليونيات نقول القرار قرارنا، رفضنا مخرجات الحوار الوطني وتحديدا الست الأغاليم، كانت يعني حتى الست الأغاليم لم يتم إقرارها، حاولت بعض القوى التي النافذة في ذلك الوقت فرضها، وكانت مخرجات الحوار والمبادرة الخليجية حرب، حرب نعيشها اليوم منذ 3 سنوات. نحن نتحدث عن مواقع جديدة، الحرب أوجدت واقع جديد في اليمن في الشمال والجنوب. على الجميع أن يتعاطي اليوم مع هذا الواقع، تجاوز هذا الواقع هو مجرد عبث لن يؤدي إلى استقرار اليمن على الإطلاق، لا شمالها ولا جنوبها. محاولة التفريق واستخدام أموال الشرعية وأموال السلطة لإيجاد مكونات وانقسام مجتمعي جديد وهل في الجنوب المجلس أيضا عبث، الانتقالي هو يتعاون صوت مع الجنوب منطقة حرب الأوحد أستاذ ياسر؟ 2015 مع الواقع الجديد. وهل المجلس الانتقالي هو الصوت الأوحد في الجنوب، ولا يوجد هناك شارع جنوبي أيضا آخر له رؤية أخرى تمثلت بالائتلاف الوطني الذي يدعم الدولة الاتحادية ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والشرعية في اليمن؟ ومن قال هذا؟ نحن نقول منذ 3 سنوات، نحن نقول إن صراع في عدن هو صراع مشاريع، نطالب الطرف الآخر أن يكف العبث في الخدمات وفي الفوضى، نتهم الطرف الآخر بالعبث بالخدمات في عدن من أجل تحقيق مكاسب سياسية منذ 2015، نقول إن هذا الطرف يعبث بعدن من أجل تحقيق مكاسب سياسية ويصل إلى مكان في عدن معين. نقول تقصد؟ لهم اليوم تعالوا، أي طرف تقصد يعبث في عدن؟ راجع يا اخي، راجع القائمه، قائمه الائتلاف، الاسماء الموجوده في قائمه الائتلاف، وتعرف من يتحكم التي ثابت في من عدن. يتحكم ملف الاقتصاد، انا من يدير الفوضى في ما عدن. اعرفه انا ويعرفه الكثير من ابناء الشعب اليمني وابناء المحافظات الجنوبيه، ان الحكومه الشرعيه كلما ارادت ان تثبت مؤسسات الدوله وتعيد الخدمات يقف المجلس الانتقالي في وجهها ويعيق عملها بدعم اماراتي. هذه وجهة نظرك ووجهة قناة بلقيس. الواقع عكس ذلك نظر الكثير تماما. من الشعب في الجنوب اليوم حكومة بندقر هي من تحكم، اسمعني، اليوم حكومة بندقر هي من تحكم من الصباح، دور دبة بترول وما لغيت حتى ب15,000 في عدن، العاصمة المحررة التي عاد بندقر إليها وقال سنعمل وسنعمل وسنعمل. من يتحكم ملف النفط؟ تابع قوائم
الائتلاف الوطني، وستعرف الأسماء وستعرف من يدير الأزمات في عدن. باختصار هذا هو الواقع، وهذا هو الائتلاف الذي يحدثون عنه. إذن يعلم الأخ محمد ومن بصيغة معه أخرى، بصيغة أخرى أستاذ ياسر، إذا كان الواقع كما تقول، أستاذ ياسر، لماذا أعلنتم الحرب ضد الحكومة وقدتم انقلاب ولولا التدخل في اللحظات الأخيرة من المملكة العربية السعودية أنكم دخلتم معاشيق ويعني أكملتم هذا الانقلاب إلى نهايته؟ الحرب على الحكومة تحارب نفسها، لم تنجز أي ملف في عدن. كيف تطالب من الحكومة بخدمات وأنت تحاربها أستاذ ياسر؟ ما حدث في يناير، ونتمنى أن لا يعود، أن الحكومة أمرت بعض القوات التابعة لها بالانتشار ومنع الناس من التظاهر. نحن تظاهرنا في عهد علي عبد الله صالح، في عهد الرئيس هادي أثناء الحوار، ولم يمنعنا أحد. أما أن تنتشر قوات وتمنع الناس من الوصول إلى ساحة العروض، هذا أمر مرفوض، وهو كان سبب المشكلة الرئيسية. دعنا ننهي يناير، انتهينا منه. الآن نطالب من الائتلاف أن ينافس بشرف على الأقل، ويرفع يده عن ملف الخدمات وعن طيب. ملف الفوضى التي يديرها في عدن فقط. هذا ما نطالبه به، والشارع هو من سيحكم ومن سيحدد. طيب الدكتور محمد، إذا كل الأصوات كما يقول الأستاذ ياسر التي يعني ظهرت في عدن خلال الفترة الماضية هي كانت تعمل على عرقلة كل الخدمات في عدن، عدم يعني عرقلة خدمة الناس، وكانت تستقوي بالشرعية وبالحكومة الفاشلة كما يقول التي لم تقدم شيء للمواطنين في عدن. ما رأيك أنت؟ أخي الكريم، أنا صراحة تصريحات الأستاذ ياسر إذا كان هو متحدث إعلامي أو مرتبط بالمجلس الانتقالي، أعتقد أنه يضع المجلس الانتقالي في مشكلة كبيرة. هو الآن يعلن رسميا رفضه للمبادرة الخليجية وبالتالي رفضه للتحالف، والآن يرفض ما أتى إليه التحالف. التحالف أداة لدعم الشرعية ودعم المبادرة الخليجية ودعم المرجعيات الثلاث والقرارات الدولية ذات الصلة. هو الآن يتحدث بأنه غير معترف بهذه المرجعيات وغير معترف بالمبادرة. هذا خطاب خطير، هذا خطاب يشابه خطاب الانقلابيين في الطرف الآخر في صنعاء. أنا لا أحبذ أن يسلك المجلس الانتقالي هذا الخط، لأنه سيضر جدا بالقضية الجنوبية. لذلك أنا أرى أنه يجب أن يتم تصحيح الخطاب من قبل الطرف الآخر. أعتقد أن الأستاذ ياسر قد يكون أخذته الحماسة بعض الشيء. بالنسبة للتوجيهات، اتهامه للشرعية بأنها هي التي تعطل، هو يتحدث بأنه مسيطر على الأرض. هذا تناقض في الطرح الآن، يقول نحن المسيطرون على الأرض ونحن لا نملك زمام الأمور، ولكن سنحمل الشرعية تبعات الأخفاقات في الخدمات. هناك أمر يعني أما أن يتحملهم المسؤولية وتتحملها الشرعية، لكن أن نلقي بكل اللوم على الشرعية ونحن بنفس الوقت نقول أننا المسيطرون الوحيدون وبالتالي قرار الشارع الجنوبي هو قرارنا، هذا أمر متناقض. أما أنه رسائل خاطئة أو مدلسة للشارع الجنوبي بأننا نحن مسيطرون عليكم أتتبعونا، ولكنهم ليسوا مسيطرون حقيقيين ولا يملكون من الأمر شيء، وأن الحكومة متواجدة وتقوم بمهامها، وهناك أخطاء وإخفاقات. نحن بالائتلاف أيضا تحدثنا عن الخلل الموجود في الحكومة، وسنسعى في تصحيح هذا الوضع والدعم عملية التصحيح داخل الحكومة عبر القنوات الرسمية، عبر الشرعية، عبر العمل المؤسسي، وليس خارج إطار العمل المؤسسي أو استخدام الملشنة. يتحدث عن حماية المتظاهرين، وكلنا نعرف المتظاهرين في ساحة العروض، لكننا رأينا معركة في دار سعد وهي تبعد أكثر من 20 كيلومتر من ساحة العروض، ورأينا معركة في المعاشيق، ورأينا معركة في المعلى، وتحولت عدن إلى ساحة حرب بالكامل، بينما المتظاهرون موجودين في مربع بسيط جدا في ساحة العروض. لم نرى أي قوات متواجدة أو قوات لفض هذه الجموع. للأسف الخطاب أعتقد فيه تناقضات كبيرة. طيب دكتور محمد، غير منطقي. اتهام للشرعية طيب دكتور محمد، يعني وضعتم على رأس قائمة أهدافكم هو دعم الدولة اليمنية الاتحادية، دعم شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، أيضا ربما كل الأهداف التي أعلنتم عنها تقف على الجانب الآخر أو الضد أو العكس من أهداف المجلس الانتقالي الذي يطالب بحق تقرير المصير وبانفصال الجنوب على الشمال. برأيك هل يعني تحظون بدعم في هذه الأهداف في الشارع الجنوبي؟ بالنسبة للشارع الجنوبي، الشارع الجنوبي تواغي للاستقرار. نحن نتحدث بصورة واضحة،
لدينا مشروع له مشروع الدولة الاتحادية، نعم سنمضي فيه، سنمضي فيه من أجل تحقيقه، وهل سنقدر على تحقيقه أم لا؟ إذا لم يحصل بعد ذلك القدرة على التحقيق لدينا خيارات أخرى، ولكن لدينا المشروع الرسمي الموجود والمعترف به دوليا وإقليميا وترعاه الدول الإقليمية ويرعاه المجتمع الدولي، هو إيجاد صيغة للاستقرار في اليمن مؤقتة. نحن تحدثنا في الحوار الوطني عن 5 سنين هي مرحلة بناء الدولة الاتحادية، خلال 5 سنين سيعمل جميع الأطراف على تحقيق هذا الأمر، وبعد 5 سنين سيكون هناك تقييم للوضع بالكامل، هل نجحنا أم فشلنا، بعد ذلك نستطيع أن نخطو خطوات فيما بعد. فإن نجحنا فإننا حققنا الاستقرار اللازم وحققنا العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بالكامل، إن لم ننجح بعد ذلك سيكون هناك خط آخر ولكن عن القرارات الرسمية. لكن أنا أتأكد طيب الذي أمامك دكتور محمد، دكتور محمد لطفا لطفا، هناك إشكالية دكتور محمد في الصوت، نتمنى أن يتم يعني إصلاحها. اسمح لي أعود إلى عدن مع الأستاذ ياسر اليافعي. أستاذ ياسر، إذا ائتلاف جديد وبأسماء من العيار الثقيل كما يقول الكثير، أسماء لها دور كبير سواء كانت في الحراك الجنوبي، سواء كانت في الأحزاب السياسية، سواء كانت من القادة السياسيين، ألا تخشون بأنه ربما تدشين هذا الائتلاف هو سحب البساط عن المجلس الانتقالي وتدشين مرحلة ما بعد المجلس الانتقالي؟ أول دعني أرد على الدكتور محمد بنقطتين مهمتين. نحن من ندافع على التحالف العربي منذ 2015 وحتى اليوم، حتى نتهم أن نحن منحازين للتحالف العربي من قبل الكثير منهم أنت بشير، كل يوم تكتب منشور نحن منحازين للتحالف العربي بشكل يومي. يعني أعتقد نحن التحالف العربي ربما الذي التحالف العربي الذي تقصد به يا من يدعم الانفصال، أما التحالف العربي الذي أتى من أجل دعم اليمن والقضاء على الانقلاب هو تحالف ربما واحد. تلطفون بصورة التحالف واضحة العربي هو تحالف واحد. التوجه التحالف العربي هو تحالف واحد، من ساهم معنا في تحرير عدن، في تحرير الساحل الغربي، في تحرير المأرب، هو تحالف واحد لا يوجد أكثر من تحالفين. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية للدكتور محمد وقائمة الائتلاف، ما هي الضمانات التي تضمن بها الشعب الجنوبي أنكم ستطبقون الست الأغاليم؟ يلا نقول الست الأغاليم ما نقولش إقليمين. نحن قربنا الأطراف الشمالية، قربناهم في وثيقة اتفاقية الوحدة، في وثيقة العهد والاتفاق، في مخرجات الحوار، وكان كل مره يجتاحون عدن. ايش الضمانات التي لديكم؟ حد يدخل مفاوضات بسقف واطي؟ يا اخي بالعقل والمنطق اللي يدخل مفاوضات يدخل بسقف مرتفع، وبعدين الوسيط يصل الى يعني الى النقطه التي يمكن الاتفاق عليها، اما انك تدخل بسقف واطي ست الاغاليم التي رفضها الشارع الجنوبي منذ 3 سنوات وقدم تضحيات علشان يرفضها، او من 2012 مش منذ 3 سنوات. هذا الامر. اما الامر الثاني بخصوص مخاوف من سحب البساط على المجلس الانتقالي، بالعكس بعد ظهور أهداف ومساعي الائتلاف نقول المجلس الانتقالي مدرك ليك، فأعتقد الشارع الجنوبي اليوم بات يعرف من معه ومن ضده ومن يلعب، ومن كان متخفي باسم التحرير والاستغلال، من كان متخفي باسم تقرير المصير، اليوم باتت الصورة واضحة، وعلى المجلس الانتقالي أن يمد رجوله والشعب هناك من يقول أستاذ ياسر، أستاذ ياسر الائتلاف في هذه أعطى الجزئية بقوة وعاد زخم. نعم. المجلس الانتقالي في هذه الجزئية هناك من يقول بأنه ربما اضطر العديد من قادة الحراك الجنوبي وأيضا أبناء المحافظات الجنوبية وفي الشارع الجنوبي إلى تشكيل هذا الائتلاف بعد أن رأوا فشل ذريع من قبل المجلس الانتقالي، وبات أداة بيد الطرف الخارجي ممثل بالإمارات العربية المتحدة، ولم يعد هو ذاك الذي كان يرفع الشعار الذي خرج من أجلها أبناء المحافظات الجنوبية وقاتلوا الحوثيين ويعني دعموا الدولة في لحظتها. يا أخ بشير، الأسماء كلها التي في الغامة هي كانت في مؤتمر الحوار وكانت في مؤتمر الرياض، لم يسجل اسم واحد كان مع المعارضين للحوار اليمني. اذكر لي اسم واحد كان معارض للحوار اليمني ضمن الائتلاف. المجلس الانتقالي صحيح حصلت لانه ككيان جديد حصلت بعض الاخطاء، لكنه يوم امس الرئيس الزبيدي دعا الى حوار مع من يؤمن بالتحرير والاستقلال ومع كافه المكونات الجنوبيه الاخرى على الخطوط العريضه التي اتفق عليها شعب الجنوب. دعوه للحوار قائمه، لا نقول يعني ان انتهى الحوار مع الاطراف الاخرى ومع الكيانات الاخرى، نحن فقط نشفق على الاخوه في القائمه عندما يقدمون او يعرضون انفسهم ويستخدمهم القوى الشماليه وتحديدا حزب الاصلاح يستخدمهم
السلم حتى يصل إلى أهدافه، وسيتخلى عنهم كما تخلى عنهم طيب. في 2014 إلى عبد الملك الحوت. نعم. دعوة المجلس الانتقالي. نعم أستاذ ياسر، دعوة المجلس الانتقالي إذن هي واضحة، تمدون أيديكم وتدعون للحوار مع من يشاطركم الرأي في تقرير المصير والانفصال. أما أي صوت جنوبي آخر له وجهة نظر أخرى يدعم الشرعية أو يبحث عن الدولة الاتحادية وفق مخريات الحوار الوطني أو المبادرة الخارجية لا علاقة لكم به ولن تتحاوروا معه. على الإطلاق هي كانت دعوة، يعني دعوة شاملة لكل الأطراف، هم يمضوا في طريقهم ونحن نمضي في طريقنا، لكن على الأقل يحترموا شرف المنافسة السياسية ويبعدوا ويرفعوا يدهم عن الفوضى في عدن، عن إيجاد الفوضى، عن التلاعب بملفات الأزمات. نعم. التي أكلوا المواطن العدني فيها والمواطن الجنوبي بشكل عام. نعم. أعتقد أن الحوار هو من حيث المبدأ هو أمر أساسي لنمضي جميعا كلنا على متن سفينة واحدة، لكن هناك يعني تضحيات كبرى وأهداف للشعب الجنوبي يجب أن نحافظ عليها ولا نرمي بيضنا. طيب. جميعا في سلة واحدة. طيب إذا دكتور محمد السعدي، إذا يجب عليكم أن تنافسوا بشرف وأن لا تتجهوا إلى عرقلة كل تقدم أو ما يخدم تقرير المصير في المحافظات الجنوبية. منذ البداية تحدثنا عن مصالحة وطنية وعن حوار مع الجميع وعن انفتاح مع كافة القوى، ونحن نؤمن بالتعددية. إلى اليوم لم نتهم أي كيان أو أي مكون سياسي موجود في الجنوب أي اتهامات. الأستاذ ياسر يقول هناك المنافسة الشريفة، ولكن كل الموجودين في قائمة الائتلاف خونة، يعني هذه لغة أنا أستغربها وهذا أعتقد أنه خطأ. من الأسماء إذا هو يريد، إذا لم يطلع على القائمة جيدا، لدينا مؤسسين في الحراك الجنوبي لم يحضروا الحوار الوطني ورفضوا الحوار الوطني واليوم في الائتلاف، منهم الأستاذ علي هيثم الغريب وهو يعرفه جيدا، لدينا الأستاذ اللواء محمد صالح طماح وهو يعرفه جيدا، هذا كمثال بسيط وذكرتهم لكونه يعرفهم معرفة جيدة بأنهم لم يحضروا الحوار الوطني ورفضوه واليوم متواجدون لدينا بالائتلاف. بالنسبة للخطاب الذي أراه من الأستاذ ياسر، أعتقد أنه خطاب مبالغ فيه، يتحدث عن تقرير المصير وهو يدرك أنه لن يستطيع أن يحقق ذلك، لن يستطيع أن يجبر دول الإقليم على تبني هذه المواقف، لا توجد لديه خطة واضحة، ويرفض المبادرة الخليجية التي رعتها المملكة العربية السعودية، يرفض نتائجها بالكامل، يرفض الشرعية، يرفض القرارات الدولية ذات الصلة، وبنفس الوقت يقول نحن سنكون مخنوعون للعالم أو سنستخدم القوة والسيطرة، ونحن المسيطرون على الأرض أصلا، وبالتالي سيكون الحديث معنا، لكن نحمل الحكومة والشرعية كافة الانهيارات في الخدمات ونقصان الرواتب والفوضى والخلل الأمني. أعتقد خطاب كله متناقض. أنا أحترم الأستاذ ياسر ولا أريد أن أخوض في هذه الأمور، لكن علينا أن نعطي رسائل سليمة لشارع الجنوبي، لا نريد أن نخوض مهاترات أو مناكفات، علينا أن نلتقي وعلينا أن تلتقي هذه المكونات وأن نطرح الأمور بشفافية. لا نستطيع أن نتجاوز الإقليم، لا نستطيع أن نتجاوز القوى الدولية، لا نستطيع أن نتجاوز القرارات الملزمة، نحن جزء من هذا العالم، نحن جزء وخاضع وتحت الوصاية، وإذا لديه قدرة عن الخروج عن الوصاية والخروج عن العالم نحن مستعدين للتعاون معهم، لكن لن يستطيعوا أن يخرجوا عن العالم. إذا كان موقف الأستاذ ياسر يعني موقف المجلس الانتقالي، فعليه أن يعلن ويلتزم بالتزامه بتقرير ولكن الدولة الاتحادية. دكتور محمد، في هذه النقطة دكتور محمد، لكن كما تعلم هناك قوى إقليمية ودولية تدعمهم في هذا الخيار، خيار الانفصال. هذا لا تدعمهم في خيار الانفصال أخي الكريم، أنت تريد تقول أن هناك دول في المنطقة العربية ما يسمى بالأمن القومي العربي، لا توجد دولة موجودة تدعم خيار انقسام أي دولة أخرى، لأن ذلك سيهددها مستقبلا بالانقسام. لدينا تجربة في العراق، العراق كان مهيئ للتقسيم، كردستان، الأنبار السنية والجنوب الشيعي، وقفت الدول العربية والجامعة العربية ومنعت ذلك. لدينا تجربة في سوريا، مناطق العلويين، مناطق السنة، مناطق الدرز، وفشلت هذه العملية لأن الدول العربية منعت ذلك. كذلك في ليبيا معنا مشروع الثلاثة الأقاليم، طبرق وبنغازي وطرابلس، وقفت مصر والمملكة والجامعة العربية والمغرب العربي سدا مانعا حول ذلك، لأن هذا يهدد الأمن القومي العربي. علينا أن نتعلم السياسة قليلا، إذا أردنا أن نصل علينا أن نسير عبر
الخطوط الرسمية إذا علينا أن ما نحترم مصلحة هذه المواضيع الدول والاتفاقات دكتور ووجود محمد؟ الدول دكتور الرابعة. محمد نعم، ما مصلحة هذه الدول وعلى وجه التحديد الإمارات أن تدعم هذا الخيار وبقوة؟ لم تدعم الإمارات خيار الانفصال إلى الآن، لم تعلن، بالعكس وزير الخارجية وزير الدولة الإماراتي في كل تصريحاته يتحدث عن أمن ووحدة واستقرار اليمن. هذا دمر لكن حديثنا، الواقع لدينا دكتور ناطق محمد، رسمي، لدينا وزارة دعك خارجية من رسمية التصريحات رسمية. التي يعني تظهر على وسائل الإعلام، نحن نتحدث عن واقع ونحن يمنيون أتوقع وأنت يمني يكون وتعرف ما الذي يجري. يا أستاذ الواقع لا يشير إلى الانفصال. ليس معنى أنك ترفع العلم الجنوبي أو يسمح لك أن تأخذ مدرعة وتدخل فيها معسكر، معنى ذلك أنه نعم، للمرة الأخرى الدكتور محمد الصوت يحدث فيه. نعم دكتور محمد، دكتور محمد سأعطيك الوقت لتجيب، ولكن بعد أن يظهر صوتك بالصورة التي يمكن سماعها. أعود لي الأستاذ ياسر اليافعي. أستاذ ياسر، إذا أنتم في المجلس الانتقالي ربما تعيشون واقع غير الواقع الحاصل الآن في المنطقة. الدول العربية يعني وقفت صدا منيعا ضد كل المشاريع التي تبحث عن الانفصال، ولكم تجارب كثيرة كما حصل في كردستان العراق أو غيرها، أو الدرز في سوريا وغيرهم. إذا لماذا تحاولون أن تعيشون واقع آخر وتبحثون عن الانفصال على الأقل في هذه الفترة التي يقف العالم ضد هذا التوجه؟ طبعا من المؤسف ان يكون ناطق اعلامي لائتلاف جنوبي لا يعرف ان الجنوب كان دوله حتى عام 1990 وشبه بتجربه كردستان او تقسيم ليبيا او غيرها. الجنوب كان دوله ومن حقه ان يستعيد دولته. في الاخير كانت الوحده اليمنيه هي برنامج عمل من اجل خدمه الشمال والجنوب، وللاسف هذا البرنامج فشل. اي برنامج بيفشل لا يتم تكراره، ولكن يبحث عن برنامج بديل او امر اخر حتى ينجح. لكن نقرب الفشل مرة أخرى، أعتقد سنظل في اليمن شمالا وجنوبا في الفشل. المفروض الأخ محمد أو الدكتور محمد يفهم أن الجنوب كان دولة حتى عام 1990، هذا أولا. ثانيا سؤالي للدكتور محمد، هل مخرجات هل الست الأغاليم من ضمن المرجعيات الثلاثة أو ضمن المبادرة الخليجية أو حتى ضمن مخرجات الحوار الوطني؟ كانت هنا قوات تريد أن تفرض الست الأغاليم على الشعب اليمني في الشمال والجنوب بالقوة، وبالتالي جاءت الحرب المدمرة التي ندفع ثمنها حتى الآن. فرض الخيارات بالقوة يجب أن نتعلم منه أنه لا يمكن أن يصلح لأي شعب من الشعوب. يجب أن نحن أن نعيد ونكرر في المجلس الانتقالي أنه الآن مرحلة القضاء على الحوثيين، نتعاون جميعا للقضاء على الحوثيين، بعدها نجلس جميعا على طاولة واحدة لنتحاور. لكن للأسف الآن أنت تشوف من تقريبا من 2016 وهناك تآمر على المنجزات الجنوبية التي تحققت ومحاولة عودة ان يعني الامور الى ما قبل عام 2015، وهذا لا يمكن ان يرضى اي مواطن جنوبي على الاطلاق. نعم طيب، اذا الخيار الان امامكم ما هو اذا ما مضت هذه القوى ممثلة بالائتلاف الوطني الجنوبي وغيرها من القوى والاحزاب السياسية الاخرى التي تذهب مع مشروع الدولة الاتحادية، وايضا قطاع واسع في المحافظات الجنوبية الاخرى التي تدعم هذا الخيار، كيف ستتعاملون معه؟ يمضوا في طريقهم ونحن نمضي في طريقنا. بالأخير هو التنافس، على أي التنافس قاعدة بشرف يمضوا في من أجل طريقهم الجنوب وتمضون في وقضيته. طريقكم؟ لكن عندما نرى أنهم يعني ذاهبون بنا إلى التهلكة مرة أخرى لن نرضى، وسنقول لهم قفوا مكانكم. ستواجههم بالقوة؟ لا يوجد قوة، نواجههم بالإرادة الشعبية، الإرادة التي واجهت علي عبد الله صالح والتي خرجت في 2012 وتم قتل 20 منهم في ساحة العروض أثناء حكم الإصلاح لعدن. هذه هي الإرادة، نقاوم بالإرادة الشعبية وبشكل سلمي مثل ما قاولنا من قبل، وسنفرض خياراتنا. اليوم نحن مسيطرون على الأرض ولدينا قوة، بالتالي فرض أمر واقع. قد ربما هذه المرحلة ستأتي كيف تقول لاحقا، بالخيار يمكن السلمي وتقول لدينا كثيرا أو يعني وكانت يا رسالة أستاذ أمس ياسر، عيدروس واضحة أستاذ الكل ياسر يسمعها والكل تقول يقراها. تقول إرادة الشعب ثم تعود وتستقوي نحن القوة على الأرض ولدينا كل يعني خيارات القوى التي يمكن أن نفرض بها ما نريد، يجب أن ترسي على بر، يا هذا الطرف يا هذا هذه الطرف. القوة مفوضة، أنا رأسي على بر أصلاً. هذه القوة تم تفويضها في 21 في 4 مايو الذي صادف اليوم، طبعاً 4 مايو بتفويض شعبي يعني كل من شاهد خرج العالم كل كله من كان جمع كل من شعار جمع مجلس 10,000 الانتقالية أو الخط. كل من جمع 10,000 واحد في أي ساحة فوضها الشعب، سميته هو الشعب. يجمع عن أي تفويض تتحدث أستاذ ياسر؟ لم يكن عشر، كانت ملايين. هذه أي الملايين من ملايين؟ 2007 دفعت تضحيات، الملايين خرجت طيب تحت، طيب أستاذ ياسر، الملايين خرجت تحت طيب راية علم الجنوب، أوكي والشهداء سقطوا تحت علم الجنوب أوكي وليس تحت ست الأغاليم. أوكي
دكتور محمد السعدي، أتمنى أن تكون الصوت الآن واضح. إذن الأستاذ ياسر يقول بأن الشعب فوض عيدروس الزبيدي والملك سلمان الانتقالي العام الماضي في 1 مايو من العام الماضي، ويعني هذا التفويض بموجبه سيمضي المجلس بنفس الأهداف التي حددها حتى تقرير المصير، ما رأيك؟ أعتقد أن كلمة التفويض هي مصطلح كبير، يجب التعامل مع المصطلحات من منطق قانوني. التفويض عندما تتحدث عنه تتحدث عن عملية استفتاء، عن عمل مؤسسي قانوني، عن أن يحضر أغلب المستفتون الموجودين في كافة أنحاء الجنوب في مراكزهم في مناطقهم من أجل أن يفوضوا قيادة معينة، لكن أن يحصل هناك كرنفال في شارع المعلى، ونعتبر أن الشارع الجنوبي موجود في شارع المعلى، أعتقد هذا خطأ. ممكن أن يقول أنه فوض من قبل مناصريه، هذا ممكن نقول هذا يخصهم، يعني أن هؤلاء مناصرون المجلس الانتقالي نحترمهم، فوضوا عيدروس باتخاذ قرارات بعيد عنهم، بعيد عن المناصرين، بمعنى أن المناصرين قيدوا من القرار وليس لهم حق التفكير أو الإبداع بالرأي، هذا يخص المناصرين للمجلس الانتقالي، هذه سياستهم وأحرار فيها. لكن بالنسبة للاختزال الشارع الجنوبي في كرنفال في شارع المعلى أعتقد خاطئ. التفويض يعني أن هناك عمل مؤسسي، أن هناك استفتاء، هناك التواصل والوصول إلى كافة المواطنين في الجنوب، في الجنوب الوصول إلى المديريات، أن يكون هناك حيادية وشفافية، وبعد ذلك يتم التحديد. للأسف أعتقد هذه المصطلحات خاطئة. نحن واقع الائتلاف يؤمن بالتعددية، يؤمن بالشراكة، يؤمن بأن من حق الشارع أن يتحول من تابع إلى قائد يقود العمل السياسي، ليس العكس، أن يتحول المكون معول هو قائد للجماهير، بمعنى يمنع الجماهير من أن تتخذ القرار. للأسف عانى الجنوب منذ الستينات وحقبة الجبهة القومية وما تلاها من الحزب الاشتراكي تقييد لدور الشارع الحقيقي، أصبح الشارع غير قادر على التعبير عن الرأي بسبب هذه الخطابات العاطفية وبسبب هذه الخطابات الغير صحيحة. نحن نريد أن يكون للشارع تعددية، إبداء الرأي، الانفتاح، قبول الآخر. أنتم تريدون تغيير المصير، نحن نرى طيب. أن الوصول إلى الأهداف الكبرى للجنوب يجب أن تمر عبر القنوات طيب. الرسمية. دكتور محمد الشعبي، نعم دكتور محمد، نعم سؤال أخير فقط لضيق الوقت. الآن دائما ما نسمع كل من يتحدث باسم المجلس الانتقالي وعلى وجه التحديد حتى رئيس المجلس وغيرها من القيادات التابعة للمجلس الانتقالي بأن السواد الأعظم والصوت الأكبر في الجنوب هو يؤيدهم ومع خيار الانفصال. هل فعلا هذه القناعة باتت كما يقولون في المجلس الانتقالي عند السواد الأعظم ومعظم الشعب الجنوب، ولم يبقى من يطالب سواء لدعم الشرعية أو دولة اتحادية أو أقاليم، هم فقط المنتفعون فقط من الشرعية؟ لا أعتقد أن هذا الخطاب خاطئ. الشرعية متواجدة، الحكومة متواجدة، مؤسسات الدولة تعمل، هناك انسجام، ونرى بأن الملك المركزي يعمل، الوزارات تفتح في العاصمة عدن، الموظفين أغلبيتهم من الجنوب، لا يوجد موظفين من المحافظات الشمالية، كل الموظفين من الجنوب موجودين في مقراتهم يستقبلون الوزراء كانوا من الشمال أو كانوا من الجنوب. الوزارات بدأت تعمل والدوائر الحكومية تعمل مع الشرعية، كذلك المحافظون المعينون من الشرعية والقادة العسكريين المعينون أيضا متواجدون. نتحدث عن الشارع، دعك من الموظفين التابعين للدولة رغم هم يمارسون عمل وظيفة من أجل الراتب، نتحدث عن الشارع الجنوبي بشكل عام. وحتى الشارع الجنوبي، ما هو الموظف والقائد والعسكري والجنوب هم الشارع نفسه، ما الشارع؟ الشارع معناته أنه عاطل عن العمل؟ لا، هم الموظفون، هم التجار، هم العمال، هم في كادر الدولة أو في الكادر الخارجي كادر الدولة. لو يرفضون هذا الخطأ ويرفضون هذه الشرعية، لن يتعاونوا معهم ولن يقبلوهم ولن يعملوا معهم، وستجد المظاهرات تجتاح الشوارع، وستجد الشرعية غير قادر على الاستقرار نتيجة للحركة الشعبية. لكن لا نرى هذا، نرى زيارات ميدانية من قبل الوزراء، التقاء مع المواطنين، لم نرى أن هناك المواطنين اعترضوا عليهم، هناك ترنفلات، هناك اجتماعات، هناك لقاءات، لم نرى هناك أي رفض. بالعكس، نحن نكون سعيدين عندما يكون هناك حركة سياسية. المجلس الانتقالي لديه خيارات ولديه أهداف ولديه شارع ولديه رؤية وأيديولوجية، الائتلاف الوطني، المجلس الثوري الجنوبي، الشرعية بحد ذاتها، هذا التعددية هي التي ستحيي الشعب، هذه التعددية هي التي ستمنع أي جهة
تخطف القرار السياسي من الشعب وتحاول أن تحيده وتختزله. لكن أننا لا نعترف بشرعية ولا نعترف بمكونات ولا نعترف معنا أننا لا نعترف بالشارع الجنوبي أصلا. الشارع الجنوبي خيبنا، لن نعترف إلا بقوة الميليشيا. الميليشيات لا تنتج عنها إلا ميليشيات، الدم لا ينتج عنه دم. نحن نريد أن يكون الخطاب خطابا عقلانيا، خطابا واقعيا يستطيع أن يحقق الأهداف. لا نريد فقط جعل شعار كبير ومن ثم لا يستطيع تحقيقها. أنا كما يرى الأستاذ ياسر أن خطاب تقرير المصير لا طيب دكتور. قدن أرى المجلس الانتقالي يوقع على اتفاق دولة اتحادية مرحلية، لا أنا يريد أن يوقع على هذا الاتفاق، ومعنى الدماء الذي كانوا يدفعوا بها والناس الذي دفعوا بهم إلى الشارع. وماذا يعني ذلك؟ هل طيب هؤلاء يتم استغلالهم؟ يجب أن يكون الخطاب مطاط، يجب أن يكون هناك في مرونة. قدن لا أريد أراه هو يوقع الاتفاقية ويقول كنا نعطي للشعب شيء وتغرير المصير ثم طيب. تعرضنا إلى ضغط سياسي. نعم لضيق الوقت دكتور محمد، نعم لضيق الوقت اسمح لي أن أعود لي الأستاذ ياسر اليافعي في دقيقة أخيرة. أستاذ ياسر، إذن ألا تعتقد بأن عودة تكتل كبير وقيادات كبيرة في الحراك الجنوبي وتبني شعار آخر وهو مع الدولة الاتحادية وترك الشعارات الأخرى التي كانت تطالب بالانفصال، يعني يؤكد نظرية بأن قطاع واسع أصبح في الجنوب يؤمن بعدم جدوى الانفصال على الأقل في هذه المرحلة، وأن الدولة الاتحادية هي الخيار الأنسب والانفصال خيار أسوأ؟ على الإطلاق كل يوم يزداد تمسك شعبنا في الجنوب يعني بأهدافه والأهداف التي ناضل من أجلها من 2007 والشهداء الذين سقطوا والعلم الذين نضلوا يعني ورفعوا رايته خلال العشر السنوات الماضية منذ 2007. على الإطلاق الناس تزداد تمسكا. نحن نؤمن بأن الحل في اليمن حاليا أو الأولويات في اليمن حاليا القضاء على الحوثيين بالإضافة إلى محاربة الإرهاب. الحديث عن أي حلول مستقبلية لليمن يتم ما بعد إنهاء الانقلاب، لكن أنت ترى من يعبث سواء كان ذلك في المحافظات المحررة أو من يعبث سياسيا ويريد أن يفرق. بالتالي لن نظل مكتوف إلى أيدي، وسندافع عن قراراتنا وعن خيارات شعبنا أيضا. أشكرك جزيل الشكر الصحفي المقرب من المجلس الانتقالي الأستاذ ياسر اليافعي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. والشكر أيضا للدكتور محمد السعدي المتحدث باسم المجلس بالائتلاف الوطني الجنوبي. شكرا جزيلا لكما. ومشاهدينا الكرام، ختام الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقات جديدة من فضاء حر بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم.